ومن هذه المشاريع ننتقل بكم لقضية الابتزاز. الابتزاز أصبح من قضايا العصر وتطور بتطور التقنية، حتى أصبحنا نسمع عن قضايا يكون المبتز فيها من خارج الدولة. فما هو السبب وراء ذلك؟ وكيف نجد من هو أو نحد منه أيضا؟ ما هي عقوبته القانونية؟ تفاصيل وأسئلة كثيرة سنناقشها الآن مع ضيفتنا في الاستوديو، المحامية والمستشارة القانونية الأستاذة عبيدة الشبلي. أهلا وسهلا فيك، حياك الله معنا. يعني فعلا كل يوم بنسمع قصص مع تطور التقنية اللي بنلحظها، فعلا قصص فيها ابتزاز من هنا وهناك، وأغلب الضحايا بتكون للأسف سيدات. قبل ما ندخل أكثر في هذا الموضوع، إيش هو الابتزاز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الابتزاز بداية هو استغلال شخص قوي إلى شخص ضعيف. من أين تبدأ هذه القوة؟ قوة الشخص من أن لديه مستمسك على هذا الشخص، فيصبح عنده سلطة عليه يهدده في نوع من التهديد. وأحد التعريف التي عرف بها الابتزاز بأنه عملية تهديد وترهيب للشخص الضحية مقابل حصول الطرف الآخر المبتز إما على معلومات أو صور أو أشياء تخص هذا الشخص، فبالتالي إما يبدأ بابتزازه ماديا أو يبدأ بطلب إرغامه على القيام بعمل ما أو الامتناع عن عمل ما مقابل عدم إظهار هذه الأشياء التي حصل عليها بالضحية من الشخص الضحية. طب إيش الرأي القانوني لهذه القضية بشكل عام؟ الابتزاز، الابتزاز طبعا هو جريمة. جريمة أولا جريمة أخلاقية، وشيء ثاني هو جريمة قانونية. والآن هو يندرج بالنسبة للابتزاز الآن لأكثر انتشارا أنواع الابتزاز اللي هو الابتزاز الإلكتروني، فيندرج في ضمن جرائم المعلوماتية. جميل. طيب فعلا هذا نوع من الأنواع اللي ذكرتي، يعني دائما الابتزاز يتعلق بمستندات، بصور، بمعلومات شخصية يحتفظ بها هذا الشخص المبتز للشخص الضحية. يعني إيش الأنواع هذه لو ذكرناها؟ طبعا أول شيء عندنا الابتزاز العاطفي. قد شخص يمسك على شخص آخر تصرف ما ويبدأ بتهديده، قد يكون بداية في الأطفال، لا يشترط أن يكون مثلا طلاب في المدرسة. فأحد الطلاب يعرف عن صديقه مثلا ما حصل علامة كويسة، فيقول له لو أنت مثلا ما ساعدتني أو ما سويت أو ما أعطيتني ترى بكلم أهلك أو بقول لأمك أو لأبوك أن أنت سويت. هذا نوع من الابتزاز. نفس الشيء على مستوى يعني لم يكبر، قد يكون ابتزاز ما بين الأسرة، قد يكون في أحيانا في جهات العمل شخص يبتز الآخر مقابل أي موقف، وقد يصل إلى درجة كبيرة بتسريب معلومات أكثر، يعني أكثر من كذا. فالابتزاز قد يكون بموضوع مرة صغير ومن أطفال، وقد يصل إلى موضوع أكبر من ذلك. نعم. وللأسف كثير ما نجد أنه أكثر الضحايا هم سيدات. نعم، لكن معلش عفوا، الآن اللي ذكرناه هو الابتزاز العاطفي، سألتيني عن الأنواع، يجي ثانية الابتزاز المادي اللي يسوي كذا، أو تدفع، إما أن تدفع لي فلوس كذا أو أني أنشر هذه المعلومات. والرقم الثالث هو الابتزاز النوع الثالث الإلكتروني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. كل هذه الأنواع. نعم، الآن بالنسبة للسيدات أكثر عرضة، أتوقع أن أولا هي المرأة عاطفية وتبدأ أحيانا قد يكون البعض تنشر صورها وأشياء ترسلها لصديقاتها مثلا بشكل أو بنية سليمة، فيبدأ الابتزاز. وأحيانا قد يكون فراغ تعيش به فراغ هذه البنت أو هذه المرأة، فتحاول التواصل مع أحد عن طريق التواصل الاجتماعي، تجهل أن قد يكون لها تبعات فيما بعد، تحاول تمضي وقت مثلا فيما بعد. وترى حتى الشباب أحيانا يتعرضوا، في كثير من الشباب اللي على العكس تعرض للابتزاز، تعرضوا أيضا يعني. نعم، ولكن نسبة الابتزاز أكثر من الرجال. يمكن كون الرجل حريص أكثر في هذه الأمور، المرأة تحتاج إلى وعي زيادة في الموضوع. أكيد هذا الموضوع فيه له عقوبة، خلينا نشوف رأي الشارع السعودي بهذا الموضوع. إيش هي عقوبة أو ما هو عقوبة أو ما هي عقوبة الابتزاز؟ نشوف الأجوبة وبعدها نرجع نكمل الحوار. مشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. أنا الآن متواجد في شارع التحلية لأخذ استطلاع رأي عن الابتزاز. وعادة ما يقوم المبتز بتهديد الضحية أو نشر صوره أو الاستماع إلى متطلباته. لكن السؤال، هل يعرف الناس ما هي عقوبة الابتزاز القانونية أم لا؟ مشاهدين الكرام ابقوا معنا ونشوف. بداية أحس أنه يعني الجرم هذا أول شيء عاقب عليه، يعني في شيء ممكن يوصل إلى السجن، الغرامة المالية، ممكن في أمور توصل إلى الإعدام، القصاص.
هذا اللي أنا أشوفه يعني، هذا المفروض أنه يوصل له إذا كان وضع الابتزاز فيه. أي ممكن السجن أو الغرامة المالية، ممكن حتى لو شخص ابتزني بدولة ثانية ممكن أوصل له عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. العقوبة الابتزاز تختلف من دولة لدولة، وأظن بالمثل عندنا هنا في السعودية أن بالتحدي الشرعي بحق الشرع بالنسبة للمرأة أو طفل أو واحد يكون كبير بالسن، فتختلف من شخص لشخص وعلى قضية الابتزاز أو نوعية الابتزاز بالأكيد. في تطورات بالنسبة للغرامات مالية وإجراءات، في منها السجن وأشياء، تطورات كثير مرة يعني. مع القرارات الجديدة أو الأمور الجاية في من ضمنها العقوبات المالية، السجن على حسب نوعية الابتزاز، والأفضل حاليا مع السوشيال ميديا وكذا تقدر يعني توصل للشخص اللي يبتزك حتى لو كان في دولة ثانية بعيد ولا قريب. من وجهة نظري أقل شيء 5 سنين أنا أعطي المبتز. يعني آراء عديدة سمعناها حول عقوبة الابتزاز، إيش رأيك أستاذ عبيدة؟ جميل صراحة أن في وعي أصبح يعني بدخول الجرائم المعلوماتية، على يعني أن وعي أصبح الشعب يعي بها أو الناس بشكل عام، هو أمر طيب. طبعا في وعي بشكل عام على الأقل تحديد أنه هذه تعتبر جريمة. فطبعا الابتزاز هو من جرائم المعلوماتية، وردت عقوبتها في المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية الفقرة الثانية، أن أي شخص يبتز آخر عن طريق معلومات، فممكن حصول على معلومات أو محاولة الحصول على معلومات والابتزاز تكون عقوبته إلى أقصى حد في السجن سنة وبغرامة مالية لا تتجاوز 500,000 ريال حسب تقدير القاضي للضرر الذي يحصل عليه. لكن من وجهة نظري واللي المفروض الناس تنتبه عليه، أن غالبا المبتز هو ضعيف، يعني بمعنى لو بدأ بابتزازه هو أمام خيارين، إما أن موقفه المحرج سيظهر على العلن أو سيبدأ بابتزاز لن ينتهي إلى ما هنالك. فاتخاذ القرار بمعاقبة هذا الشخص المبتز هو قرار قوي وجريء، والشخص يعتمد فيه في هذه الحالة إن خلاص أنتهي مرة واحدة من الموضوع بدل ما يبتزني سنين، ولكن الأفضل تجنب الوصول إلى هذه المرحلة. نعم جميل جدا، يعني لازم الشخص المبتز يفكر 1000 مرة قبل ما يبتز الشخص هذا. والضحية كمان. أيوة الاثنين. الضحية كيف يفكر يعني؟ الضحية يفكر إن ما يكون عرضة مثلا، بمعنى إن هو أساسا ما ينشر أموره الشخصية وأشياء الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بالنسبة للنساء. نعم تمام، هذا بالنسبة له يكون في وعي، لكن لو كان دخل عليه، لأن حنا نعرف في هكر وفي أحيانا بعض الناس اللي هم متخصصين قد تدخل على حساباتك وأنت أساسا ما عممتيها أو أنت ما فتحتيها للناس، فبالتالي مباشرة يتم تقدر تسحب صور، تقدر تأخذ اللي تبغاه. صح. طيب هنا إيش أو من هي الجهات المسؤولة عن الابتزاز؟ يعني في حال تعرض شخص لعملية ابتزاز لمين يلجأ في هذه الحالة؟ في بداية اللي هي وحدة مكافحة الابتزاز في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي فعلا من فترة طويلة حتى كثير من الحالات اللي هم البنات كانوا أحيانا يتم ابتزازهم من أشخاص، فيقدموا بلاغ وتحاول الهيئة أن تنوجد في المكان ويتم القبض على هذا الشخص وإنهاء الموضوع. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الآن الجرائم المعلوماتية ممكن البلاغ عنها مباشرة إلى قسم الشرطة المتواجد في مكان إقامة المدعي. نعم. أو المدعى عليه، أقرب قسم شرطة عليه مثلا. نعم. أو التقديم إلى عن طريق التطبيق كلنا آمن، متاح هذا الشيء حتى الآن، متاح التقديم على الجرائم المعلوماتية من طريق أبشر. نعم. الأبشر الخاص بأي شخص يدخل ويبلغ عنه من طريق أبشر. نعم. في آلية معينة يدخل فيها. نعم. الشخص كلها التطبيق كلنا آمن أو أبشر أو تقديم بلاغ لقسم الشرطة، كلها آلية واحدة للبدء بمعاقبة الشخص الذي ارتكب الجريمة المعلوماتية. جميل. أكيد بصير فيها تفاعل هذه الأمور كلها يعني، والتطبيقات والمواقع طبعا كلها. هي الآن الجرائم المعلوماتية أصبحت من الجرائم اللي لها جهات مختصة. صحيح. تنظر فيها وتحتاج متابعة، ولكن أي شخص يتقدم بأي دعوة لأي جهة لابد أن يتابعها يعني أول بأول. صحيح. فيها يعني ما يضمن السرية، لأنه كثير يمكن من الفتيات اللي بيتعرضوا للابتزاز أو حتى الشباب يعني بيكونوا خايفين مثلا من عملية الفضيحة، خايفين يفضحوا أنه والله في شخص قاعد يبتزنا، ففي هنا سرية في المعلومات. طبعاً بعد لجوء الشخص إلى الجهات المعنية دائما قضيته لا يطلع عليها إلا من هو قائم عليها فقط، فبالتالي هو تجنب موضوع النشر، يعني بدل لجوء لأشخاص آخرين أو ناس تتوسط أو شيء، هو راح للجهة المعنية. الجهة المعنية مهمتها
هو متابعة الموضوع وحل الموضوع وليس الكشف عنه. جميل. والآن يعني أصبح من السهل أنه حتى لو من خارج الدولة مثلا شخص يبتز شخص عادي ممكن يتعرفوا عليه. طبعا ممكن، لكن الأمر أنا من وجهة نظري صراحة ما مر علي أو ما سمعت بقضية، ولكن هذا الأمر زي أي الآن حنا نتكلم عن جرائم. في جرائم الآن الشخص لو أنا في عندي شخص بدعي عليه خارج المملكة أبدأ من الادعاء في المملكة وأستصدر حكم ويتم مثلا متابعته عن طريق الانتربول. من وجهة نظري نفس الشيء، يبدأ الشخص بالإجراءات ويتم التنسيق بين الدول بموجب المعاهدات والاتفاقات الدولية في حال وجود يعني جرائم. نفس الطريقة بتكون نفس الآلية الواحد يتبعها إذا كان شخص خارج الدولة يبتزه. نعم، يبدأ من تقديم البلاغ وتأكيد حصول هذه الجريمة، وبعد ذلك يتم التنسيق بين الدول بموجب الاتفاقيات بينهم وآلية التعامل. نعم، جميل جدا. كيف يمكن الشخص بشكل عام يحمي نفسه، يعني إن كان رجل وإن كانت امرأة، من عملية الابتزاز بشكل عام؟ الآن احنا نركز على الابتزاز الإلكتروني، يعني قلنا الابتزاز الأخلاقي خلاص هو بأمور أبسط، الآن صراحة هي اللي تسبب الإشكاليات أكثر هو الابتزاز الإلكتروني. صحيح. أول شيء عدم التواصل مع أي شخص ما نعرفه، يعني كثير احنا نعرف الآن في من الحسابات الوهمية، في من الأسماء اللي هي غير معروف، أحيانا قد يكون رجل ويسوي نفسه امرأة، قد يكون طفل ويسوي نفسه رجل. صح. يعني أنت الآن اللي يتعامل عن طريق وسائل التواصل قد يتعامل مع ناس مجهولين هو ما يعرفهم، العالم اللي هو يعني حقيقي بنفس الوقت مو حقيقي هذا العالم. تماما. انت عارفه مين خلف الكواليس اللي قاعد يكلمك اصلا. صحيح. فبالتالي اول شيء علشان هم يحطون صور يقنعونك بشخصيه معينه، وقد يكون الشخص توجهه او حتى هو يعني غير تماما مختلف تماما. بالتالي اول شيء عدم التعامل مع اي شخص غير معروف، يعني اتعامل مع ناس اعرفهم. بعض الناس اللي هم يسوون نفسهم يعني تعاملهم فقط خاص غير مفتوح لجميع الناس ان تشوفهم، يعني يكون تعاملهم في التواصل الاجتماعي، تجنب وضع صور شخصية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كلها أمور تساعد على الحد من الوصول إلى مرحلة الابتزاز. نعم. طب وأيضا المؤسسات التربوية والمؤسسات الإعلامية إيش دورها في الحد من الابتزاز والوعي أو توعية المجتمع أكثر وأكثر؟ طبعا لا شك أن بالنسبة للإعلام وهو يعتبر من السلطة الرابعة له دور كبير في طرح هذه المواضيع وتثقيف المجتمع بها، وكذلك التربية والتعليم في جميع المدارس، بداية يعني زرع الأخلاق بعدم استغلال أي شخص لشخص آخر. جميل. وأيضا توعية الطلاب في جميع المراحل بعدم الوقوع في هذا. فهنا دور التعليم ودور الإعلام من أهم الأدوار في نشر الثقافة الحقوقية و تنبيه المجتمع بشكل عام وخاصة الشباب بعدم الوقوع في هذه المشكلة. نعم. يعطيك العافية أستاذ عبيدة الشبل على وجودك معنا، يعني فعلا معلومات مهمة قدمتيها لنا في هذا الحوار، ونتمنى أنه فعلا يكون حريص على نفسه في البداية دائما بعدم نشر صور، بعدم مثل ما ذكرتي الأخذ والرد مع أي شخص كان. شكرا لك على وجودك معنا. العفو. يعطيك العافية.